حلو الاختلاف، حلو انك تتداخل مع ثقافات مختلفة، تعرف ناس جديدة، يعني تتعلم منهم اللهجة وتعلمهم انت لهجات من عندك ولغات من عندك، يستوي تفاهم بينك وبين الشخص، ان كل واحد عنده شيء يميزه. انا هاف صوماليان وهاف يمني. اول ما كبرت اللغة اللي بنتكلم فيها في البيت هي اللغة الصومالية، اعتبرت نفسي صومالية ودخلت المدرسة على اني صومالية، مع انه اصولي واعراقي في قعر تعز، واللقب اللي انا ادعى فيه لقب تعزي. اللي يسألك، اي حد يسألك انت من وين، فما تعرف تقول له صومالي ولقبك اصلا تعزي، وما تقدر تقول له تعزي ولونك اصلا اسمراني ويبان افريقي. فكانت فجوة بالبداية وأزمتني جدا. أنا بالنسبة لي أنا أبي من صنعاء وأبي من الحديدة. في الحديدة حتى لما ألتقي بعائلتي، بعائلة أمي وكذا، معهم أجواء عائلية مختلفة عن أجواء العائلة حق صنعاء. مثلا حق صنعاء مثلا في أيام اللقاءات نلتقي نتجابر نحكي، في الحديدة يعيشوا بالمتعة أنهم يرقصوا ويضحكوا ويتجابروا، هذا بالنسبة للشباب. أما بالنسبة لما ألتقي للجدة تحكي لنا الحكاوي، في صنعاء نلتقي بالجد ويحكي لنا الحكاوي، يعني هنا كان في أسلوب ثاني وهنا أسلوب ثاني. لا ما بشتميز، أنا أميز الشخص من ذاته شخصياً، يعني ما يهمنيش إيش ثقافته، إيش لغته، إيش موطنه، أهم شيء هو هذا الشخص اللي قبالي، هل هو كويس، هل هو يعني بالأخير على الإنسانية أكثر من البلاد نفسها. التنوع العرقي زيه زي فلسفة إنه أنا لو جلست أتكاثر في منطقة واحدة وبعرق واحد بتظل الثقافة على ما هي. وكمان على فكرة هذا الموضوع تحدي، يعتبر تحدي إنه أنت تعمل دخيل. المفروض ان الواحد لما يشوف واحد عندي لهجته ثانيه يتساهم معه ويعاونه، انه يقول له ايش قصدك، ايش يعني كذا، ويتفاهموا بينهم البين ويستوي بينهم تعايش حلو جدا. يعني مش حلو انه متن يتنمر على واحد قال كلمه مش مفهومه بلهجته، هو يشوفها عاديه، بس غيره يشوف انه ايش الكلمه الغريبه ويجلس يتمسخر على. بالعكس ضروري انه يساله ايش يعني احنا نقول كذا، ويستوي بينهم تعايش وحب. لو كان التنوع في الثقافات ما يعنيش وحدة الوطن، فهذا معناه ان احنا عدة وطن داخل وطن. انت قادر توصل ما بين جنسيتين وتفتخر اصلا انه عندك ثقافتين، افضل من كون انه يعني انا لو كنت يمنية من اب وام يمنيين او من اصول كلها يمنية كانت شخصيتي حتختلف تماما عن ما هي عليها الان. حتى الرسالة اللي احملها احسها لها علاقة وطيدة جدا بالتعايش ما بين الأحلى.